أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. ضيفنا اليوم في الاستديو مباشرة على الهواء عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب فادي الهبر. أستاذ فادي صباح الخير. صباح النور. فصح مجيد لألك ولكل المشاهدين. نعاد عليك مسيح قام. نعم حقا قام. نحن اليوم حنبلش بأجواء الفصح المجيد طبعا بعد شوي أو عند العشرة في قداس ببكركي للبطريرك الراعي بحضور رئيس الجمهورية. المواقف أيضا التي قال امبارح البطريرك الراعي برسالة الفصح وما قاله أيضا رئيس الجمهورية رح نتابع معك في ظل هذا الجو. بعد انتهاء الأعياد مبدئيا يعود الزخم إلى موضوع البحث بقانون الانتخاب وأيضا ربما تكون هناك جلسة للحكومة للبحث بهذا الأمر. كل المواقف حول قانون الانتخاب والمرتقب بالفترة المقبلة لأنه الشهر بلش يرجع يعني مهلة بالضبط. الشهر بتخلص بسرعة وبالتالي رح نكون في هذا الإطار موضوع الحكومة وبالتالي ما يتم البحث من ملفات. بداية يعني وصلت شعلة النور امبارح إلى بيروت كاتدرائية القديس جورجوس بساحة النجم. الصورة أيضا بصحيفة المستقبل. كان المطران الياس عودي متروبوليت بيروت وتوابع للروم الأرثوذكس وأيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مع الوزير حصباني وعدد كبير من المؤمنين والشخصيات وبالتالي من القدس وصلت. نعم. هذه الشعلة عبر عمان بقى شو الرمزية؟ يعني الشعلة هذا التقليد من كنيسة المهد يعني هو بالدلالة على فجر جديد وعلى نعم. يعني تعطي نور الحياة للعالم وبتتوزع كل المؤمنين بكل الكنائس منهم إلى الإنسانية بشكل عام. يعني خلينا نقول من كنيسة المهد وقبر المسيح يعني هالنور السماوي. نعم. يعني الشعلة عم توحد العالم وعم تقول إنه مزبوط في عنا نهار جديد على مستوى يعني الأمال للشعوب للفقراء للمعذبين انه بضل في امل. يعني هناك شعله هناك يعني قيامه للعالم قيامه للانسان. كل حدا عنده قيامه بحد ذاته. يعني بقيامه المسيح هي اذا بدك هو فجر جديد لعالم ولشعوب العالم كل العالم. اكيد وسيله الكنائس هي يعني سيدنا المطران عودي هو استقبلها بلبنان وعممها على المسيحيين هذا على صعيد وعلى كل المسيحيين صح. وعلى كل اللبنانيين والعيد موحد السنة على كل حال. نعم. هذا على صعيد الديني أو الروحي على أمل أن تضيء هذه الشعلة في قلوب في ضمائر السياسيين. شو يعني شو المنتظر هي دلالة في عهد جديد دلالة فجر جديد دلالة فرح بذات الوقت دلالة تفاؤل دلالة قيامة لبنان يلي نقول قيامة لبنان نترقب هذه القيامة للبنان بهذا العهد الجديد تحديدا. يعني بس بدنا كيف ما كان ننزل هالشعب لبنان عن 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 خشبة الصليب الشعب اللبناني ننزله عن خشبة الصليب لأن بيأديه على كل المستويات على المستوى الأمني على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى إدارة الدولة على مستوى الأطماع للمسؤولين أطماع المسؤولين الأنانيات السلطة كل هيدي الأمور يعني كله عم يدفع حقها شعب لبنان للحقيقة المعذب بأديه. يعني شعب لبنان يكون يرجع لدولة دولة هيك دولة حديثة دولة تحترم ناسها دولة المساواة بين شعبها دولة الوحدة بين الناس دولة صحيح نستثمر بهذا التنوع الثقافي بلبنان لنعطي قيمة للإنسان. هذه الشعلة هي تعطيها النور إن شاء الله يضيء ضمائر المسؤولين وضمائر يعني العهد بيوعد ونحن حده. نعم. إن شاء الله عندي يعني الوعد يلي عطاه بخطاب القسم هذا نور هيدي شعلة كانت هذا بدنا نطبقه هذا الأمل للبنانيين. ايه. لا تقسيم اللبنانيين وعزل اللبنانيين وعزل الطوائف والمذاهب يعني بكل يعني وراء الأطماع الشخصية وراء الأطماع السلطوية للأشخاص وللأحزاب يعني هيدا هلأ بدنا نحكي بقانون الانتخاب يعني عن كل هيدي الأمور حقيقة. نعم. يعني إن شاء الله نور جديد للبنان. يعني على كل حال مع العهد الجديد وخطاب القسم وتشكيل الحكومة الجديدة عادت هذه الأمال نوعا ما إلى الشعب اللبناني. اليوم بذات الزخم برأيك بعد موجودة هذه الأمال؟ يعني إيه بس عم بيصير في انتكاسات تحديدا تقول إنه اجى المجلس الوزراء ب 24 جلسه لازم يكون على جدول اعماله قانون الانتخاب
ما حكي عن قانون الانتخاب الا جلسه واحده قبل 48 ساعه. ليش قانون الانتخاب هو عند الحكومه؟ يعني 100% بدي احكي بعدين قانون الانتخاب، ولكن ما نفتح الموضوع. عند الحكومه هو بتودي للمجلس النيابي. ما عندنا كثير قوانين ومشاريع عندنا بالمجلس النيابي قوانين، بس دور مجلس الوزراء الان عهد جديد، مجلس وزراء جديد، دوره انه يودي قانون انتخاب. هلا البحث مبدئيا من خلال ودوا للجنه فرعيه، يعني يلي هو القانون المستحيل انا شايفه. ليه؟ لانه في كتير من الأطماع الداخلية، أطماع السلطوية، يعني بتخلي الأخذ النهار كل واحد بده يجر الحاف لما ينام. رح نبقى بأجواء عيد الفصح ولاحقا قانون الانتخاب نتحدث عنه. امبارح الرئيس الحريري وفي إطار موضوع الإجراءات الأمنية المتخذة حول الكنائس ودور العبادة كان له جولة على وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، المديرية العامة للأمن العام، وأكد على حفظ الأمن لأنه الأعداء لبنان كثر، وتجربة الأخيرة ما جرى في مصر من تفجير بأحد الشعانين أمام الكنائس، وأكد على دور القوى الأمنية وعلى الجهد المبذول لحماية وحفظ الأمن، وشدد على دور الجيش أيضا بوزارة الدفاع اللي هو حامي لسلامة الأراضي اللبنانية. يعني عم بياخد دوره لازم ياخده الشيخ سعد، عم بيستثمر بالأمن، وزيارته لقيادة الجيش والأمن العام ولوزارة الداخلية شغلة جيدة. إذا استثمرنا بالأمن بنكون استثمرنا بالقضايا الاجتماعية، إذا استثمرنا أمننا الأمن للشعب اللبناني بنكون ينسحب على كل، ينسحب على القضايا الاقتصادية، يعني هي ممر إلزامي الأمن. وإذا إجا هيدا العهد تيأمن الأمن والاقتصاد، هلأ على طريق أنه يعني نمشي هالسيبة وبأهميتها، يعني الاقتصاد مرات أهم من الأمن، والأمن أهم من الاقتصاد، لسبب أنه أولويات البلد أولويات هذا الحكم. وقال يعني الشيخ سعد بكلمته بمجلس النيابي الأمن والاقتصاد، بقى عم يعمل دوره يشكر عليه، وخاصة بفترة الأعياد، وخاصة بعد ما صار بمصر، يعني هي موضوع طنطا والاسكندريه. واكد انه الكارثه الاعداء، ليش امبارح يعني هي الكارثه اللي صارت بسوريا كمان من كوارث الانسانيه اللي عم تصير قدامنا. الوعي الامني بلبنان تشكر يعني كل قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، وهو يرعاهم بمحبته ويعمل دوره. تحية لألهم ومنعيدهم على كل حال طبعا. بإطار ما يجري في المنطقة وموضوع، وأكد الرئيس الحريري أنه أعداء لبنان والتطرف لا دين له ولا علاقة له بالإسلام، رئيس الجمهورية وعشية عيد الفصح كان له موقف أنه ما يجري في الشرق له غاية سياسية كبيرة، وهي إفراغه من المسيحيين وتقسيم المنطقة إلى دويلات، وأنه التكفير والتطرف مش فقط أصاب المسيحيين، أصاب الإسلام أيضا. يعني هو التطرف من الجميع، يعني من جميع المذاهب التطرف بيعمل تكفير، والتكفير والتطرف بيؤدي للإرهاب بالآخر. هلأ سحق الشعوب هيدي كمان تطرف، يعني الساحق والمسحوق، والمسحوق بيرجع بيعمل إرهاب. يعني هيدي شفناها معادلة تاريخية بالعالم، يعني للأسف كله عم بيؤدي للكوارث على مستوى، يمكن هلا بدي اقوله ما قاله رئيس عام، بدك تربطه بالذي يجري في لبنان، انه لبنان يمكن ان يكون مركزا عالميا لحوار الاديان والحضارات، لانه يضم ديانات ومذاهب العالم وابنائه يعيشون مع بعض. كنت عم بتقول من شوي انه ما نوصل لمحل يتقسم يعني لبنان طوائف. يعني هو غنى التنوع لعنا، بدنا نستثمر بغنى التنوع، ما بدنا هيدا التنوع لعنا والتعددية الموجودة نقسمها ونعملها ونعزلها كلها، لأن ترجع تخلق مشاكل وحروب وانعزال، وخاصة بمناطق. مثلا أنا بستحي أسمع يلي سمعته عن قانون الانتخاب من الوزير باسيل بالجبل، بستحي كابن الجبل، بستحي أسمعه كابن الجبل. لأن أنا ما بفرق بين درزي ومسيحي خاصة، وبين شيعي وبين سنة للأسف. يعني عم نحكي عائلة الجبل، صار لنا مدة أنا مثلا هيدي معروفة علي أنه أنا بقول عائلة الجبل، كل في عائلة، كلنا عائلة درزي مسيحي، ما عاد في درزي مسيحي، عندنا عائلة جبل، هي أولوية بالقانون لمصلحة الدرزي والمسيحي. لسبب نحن بقى نحكي بالوطن، يعني الانتخاب وطني، بده يكون وطني مش أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بيزنطي أو ما بعرف شو. يعني هذه القوانين وحصر بعدين طريقة تانية حصرها بمرشحين،
يعني اتجاه للديكتاتورية. في ناس في ناس صوتهم بروح ما في اتجاه للديكتاتورية تحديدا يعني للأسف يعني. بس على كل حال يلي عم يطرح هيك قانون معناه تبدو التمديد. مبسوط بالنواب لان هيدا العهد هودي هيدا المجلس النيابي وصل لهيدا العهد لسبب مرتاحين كتار مرتاحين بهالموضوع. بدنا نرجع ما بدهم انتخابات. رح نفوت بالتفاصيل اكثر. مثل ما ذكرنا البطريرك الراعي في قداس ببكرك اليوم بحضور رئيس الجمهوريه. برساله الفصح كان لافت مقاله البطريرك الراعي امبارح علما انه ما حدد قانون انتخاب او غيره بالتفاصيل. حكي عن الاشياء الاهم والعناوين الكبرى. حكي عن السياسيين انه يفوتوا لحياه جديده بعيد الفصح وانه خلي المواطن اللبناني فعلا يكون عنده وضع اقتصادي وحياه افضل. ويقول انه باب العبور هو الخروج للسياسيين من مصالحهم ومن ذواتهم مصالحهم. ما في شك يعني عم نقول نحن خلينا نشيل هالشعب اللبناني عن بدنا الخلاص بالاخر يعني عن خشبه الصليب ونرجع يعني نوعى شوي ونتواضع. لو انه يعني هلا بتقلي عهد جديد وفي ولي جديد وفي ولي العهد يعني في ولي العهد واضح يعني الوزير الخارجيه بيشتغل قانون انتخاب هو وزير الداخليه وهو وزير الطاقه حاطط وزير يعني تيأمن محله طيب. وهو وزير الخارجيه بكل دول العالم عم بيكون بعلمك بالارجنتين شوي باستراليا شوي بيرجع بيجي على النبطيه وبيجي على البترون وبيطلع على البقاع شو يعني هالهمه تنقول وزير عنده طاقه يعني خياليه ابضيه عنده يعني للحقيقه انا بهنيه على هالطاقه وهو للحقيقه مصفى اذكى السياسيين عمل تحالفات كبيره مبلش مع حزب الله مع عمل التوافقات مع القوات عمل توافق مع المستقبل وعمل يعني كل هيدي الامور يعني عامل يا زواج المصلحه او زواج المتعه او زواج ماروني شو بعرفني يمكن يكون هو الشاطر يعني فرق ما تنتقدوا عملوا مثله يعني انا مضطر اقول لك بس هلا نحن مجبورين لان هو داير العهد اذا حدا عم يشتغل والثاني منكفي مضطر نعمل تمنيات له لانه يرتب قانون عادل ويكون قانون يعني يقبلوا الشعب اللبناني يقبلوا كل الشعب اللبناني مش قانون للكاثوليك وقانون للأرثوذكس وقانون للسنة هو بده يعمل كل الكل لازم يعمل كل حال ما عم بيوافقوا له يعني هو اذا بتشوف شو عم يعمل بقدر بلكي عم بحاول يعمل مثل أردوغان يعني يعمل بالاخر هلا اليوم نظام رئاسي بالاخر بلكي بكره بيقول لك نحن بدنا نضل نطور بقوانين الانتخاب وغير قوانين الانتخاب تيرجع بالاخر يصير في نظام رئاسي نحن عندنا نظام ديمقراطي برلماني نظام توافقي من كل المكونات يعني الرئيس بري ما بيرضى له ما عم يرضى له الوزير جنبلاط ما عم يرضى له عندنا اهالينا الناس على مستوى الناس شو بدي بالمسؤولين ناس اهلنا بالجبل مش راضيين للاسف لان بيضرب زياره سيدنا البترك السفير بسلسله الدهره بيضرب العلاقه والوثيقه اللي عملت الشيخ امين جميل بالمختاره بيضربها بدهره العلاقه الدرزيه المسيحيه بيضرب الدروز ببعضهم بيضرب المسيحيه ببعضهم يعني تقسيم المذاهب وما بيرضى تعدديه داخل المذاهب تخيل يعني في عنده نفس هالديكتاتوريه بحصر المرشحين وبحصر النتائج يعني في حاله حصريه لانه انا او لا احد على كل حال مثل ما طوبوا له يعني اول شيء هلا فخامه الرئيس هو رئيسنا لكلنا انما حزب الله يعني هذا نظام ديكتاتوري نظام اسدي نظام بشاري بحكي بالضبط يعني كيف اجى رئيس الجمهوريه باي انتخاب بس قال هيدا انه بتنتخبوا يا الجنرال عون يا ما في انتخابات حزب الله قال لا وكررها كذا مره حشيت حسن ايه او لا كان هذا المخرج الوحيد هذا المخرج الوحيد يعني لانه في اوردر ديكتاتوري في اوردر احادي في نظام احادي اخذ النظام الاحادي هلا بيسيل اذا بيعمل له مثل ما بده المجلس النيابي بيقنع فلين بانه يابا انت بتزيد كتلتك وانت بتنقص كتلتك شوي بس منعود عليك هون يعني هو عم بفرق السلطه ولي عهد السلطه وهو عبي يعني هو اذا بدك مصفى بعد شوي رئيس الجمهوريه بالظل مع انه احترامنا كامل لفخامه الرئيس ووعيه وذكاه وبي الكل مزبوط بي الكل بس بدنا نستثمر اكثر تنرجع نرجع هذا البلد لانه البلد حقيقه
يعني على شفير الهوية، على شفير الهوية، حتى بعد يعني بتحس انه على طول بكل ملف، بكل ملف كانه الرقص مع الذئاب. طيب، بكل شيء. لمين كان بطرك الراعي برايك عم بوجه الرساله عم بقلهم للسياسيين؟ مواصله تعطيل كل شيء تحت ذريعه قاعده التوافق، وما فيكم بقى تكفوا بتقاسم المال والسلطه وتتركوا للعالم. يعني واضح هذا كلام معبر، تقاسم المال والسلطه. لا، عم بيقول للنافذين يلي عم بيديروا البلد، عم بيوجه والاحاديه اللي عاملينه وموضوع السلطه ويعني وعم بيقول يا خيي حتى داخل الطوائف افتحوها، اعملوا يعني افتحوها مش تحصروها. يعني هيدي الاتفاقات هي للحقيقه اتفاقات على السلطه وعلى المصلحه يعني، وكلهم لاحقين الوزير باسيل، كلهم لاحقين. ليش نحن اخذ اكبر حجم من احزابنا من 14 اذار كلهم ومشيين معه؟ بس للحقيقه اليوم ما عاد في تعدديه، في الوزير باسيل وجامعته، جامعتهم كان القوات صايرين جامعته، المستقبل شوي صايرين جامعته. اي مثل ما بده. ليش فيهم يزعلوه؟ الى جانب الكلام اللي قاله الرئيس عون انه لبنان هذا الحضارات والحوار والتعايش وكل الاديان والمذاهب، بطريرك الراعي كمان كان بكلمته انه حكي عن موضوع ما يجري بالمنطقه من ارهاب، موضوع المسيحي، انه المسيحيين منهم مكسر عصا ولهم دور وقيم في المجتمعات. لما نحكي عن هذا الدور يتكامل مع اي دور؟ يعني هي احنا للحقيقه عم نغير الدور المسيحي. الدور المسيحي هو دور الانفتاح الانساني بشكل عام، خاصه على المستوى الوطني، الانفتاح الوطني. اذا بتلاحظ ببكركي على المذبح الصليب هو ارزه، لان الدور الوطني، الدور الوطني على المذبح، لاحظ هلا ببكركي الصليب هو ارزه، ارزه لبنان. الدور الوطني اولويه، يتكامل وطني مع ادوار باقي. كل يعني التنوع والتوافق، ومش انه الحصر، موضوع الحصر والمذهبيه. طيب، المذهبيه اذا بدك الضيقه، يعني هيدا ما بتدل عن افاق وعي وبلد الثقافات وبلد الحوار والاستثمار بهذا التنوع الغني بذات الوقت. هون الشطاره انه نربح هون. ما في شك انه في تطرف من بالعمق السوري، بالعمق العربي، على راسي وعيني. بس دورنا بلبنان بنعطي اذا النموذج الاخر، هذا النموذج، هذا المستقبل يلي مطلوب منا. نحن يعني حقيقه يعني ما قبل العهد هيدا، يعني نحن بدور كتير جيد. مثلا زياره سيدنا البترك وعاده البترك الراعي، وقبله البترك صفير، زياره مقدسه. يعني بتسمع الناس فوق اهالي الجبل من كل طوائف، زرزي، مسيحي، شيعي، سني، شو ما يكون، بيعرفوا انه هيدي زياره مقدسه. خلاص صار في يعني، كيف هلا بنقول الشعله يلي بتتكرر تجي من القدس، يعني في شيء مقدس، وبتشوف انه هذا الايمان ايمان وطني، إيمان إنساني. الشعلة كل الناس فرحت فيها، الإسلام فرحوا والمسيحية فرحوا. صح، لسبب نحن بدنا نفرح بحالنا ونعمل قيمة لحالنا ونأمن هالمساواة. ليش منقول بدنا مساواة على كل المستويات؟ ليش منقول حاجة تنتهكوا الدستور يا خيي؟ خلي يكون في جيش واحد بلبنان، خلي يكون في احترام، خلي يكون في شعب ويكون في مساواة على كل السعود. لا، هلا لما يكون في احاديه على مستوى الامن وعم تصير مستوى تفلت الحدود وهذا بيقتني سلاح، بصير في احاديه من ميله باسيل وعلى طريقته، يلا بصياغه القوانين تيعمل هو كمان احاده. وهيدي يعني ايه، لهالسبب بدنا نتقي الله بهالعيد الكريم، بهالقيامه الجديده، تنرجع كلنا يعني كلنا نكون يعني عندنا هذا التواضع عند هذا المسؤوليه، هالمسؤوليه المسؤوليه الوطنيه. رح نتابع معك استاذ فادي بموضوع قانون الانتخاب وشويه مواقف في هذا الاطار، لانه كما ذكرنا بعد الاعياد مبدئيا تعود الحراره الى موضوع البحث بقانون الانتخاب. بعد التوقف لاستراحه اولى، ابقوا معنا مشاهدينا.